للمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا من هناك الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود أهلا بيك، ضعنا في فعاليات اليوم في مهرجان العالم عالمين. أرحب بكم من مدينة السحر والجمال، مدينة العالمين الجديدة، ولازلنا نتابع معكم الأجواء المبهجة المسيطرة على كل الأماكن الموجودة لفعاليات مهرجان العالمين الجديدة. والحقيقة هذا الأسبوع وهو الأسبوع الرابع به العديد من الفعاليات المتنوعة والتي يعني لاحظناها أمس بوجود العديد من الفعاليات التي بدأت بإحدى فعاليات كرة القدم بعودة أساطير كرة القدم مرة أخرى من نجوم الأهلي والزمالك والأندية المصرية، ولكن بمشاركة نجوم برنامج كابيتانو مصر للمشاركة مع هؤلاء النجوم. وعبر الموهوبين من برنامج كابيتانو مصر عن سعادتهم بمشاركة النجوم في مدينة العالمين الجديدة وسط هذه الأجواء المميزة، بالإضافة بالطبع إلى حفل بعض الفرق الأندرجراوند في المدينة التراثية. ورأينا حفل مميز لكود مصر قدموا فيها عدد من الأغاني التي لاقت ترحيبا واسعا من الجمهور في المسرح الروماني. اليوم ستستكمل الفعاليات بحفل فني مهم وكبير في مساء هذا اليوم للفرقة المصرية للموسيقى العربية التي ستحتفي بألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي، ستقدم باقة من أشهر ألحانه. سنستمع إلى جانا الهوى، جانا عالربابة، وسنستمع لمزيد من الألحان للموسيقار بليغ حمدي. ستكون هذه الفرقة على المسرح الروماني اليوم وستقدم أيضا باقة من أشهر ألحان الموسيقار بليغ حمدي، بالإضافة إلى أن هذا الأسبوع ستنطلق بطولة كرة اليد في الفعاليات الرياضية، بالإضافة أيضا إلى أنه تم الاستعداد والتجهيز لاستقبال حفل التسعينات، سيكون أو كاسة التسعينات في اليو أرينا، وبالإضافة أيضا إلى أنه يوم الجمعة سيكون هناك حفل الفنان الكبير رامي جمال، بالإضافة إلى أننا نشهد إقبال كبير من الزائرين ورواد مهرجان العالمين الجديدة على مختلف الفعاليات، خاصة أن اليوم أيضا ستستكمل فعاليات وزارة الثقافة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيما يتعلق بفرق الفنون الشعبية وأيضا التنورة والسيرك القومي في المنطقة الترفيهية التي تشهد العديد من التجهيزات أيضا لاستقبال مهرجان نبتة وبعض المسرحيات التي ستنطلق في أغسطس القادم. وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الأجواء والفعاليات المختلفة والمتنوعة في مهرجان العالمين الجديدة. أشكرك جزيل الشكر محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من مدينة العالمين، شكرا جزيلا لك.